ماترز على البانوراما. تابعي مشوانا معكم على هواء إذاعة بانوراما أف أم، دايما مع أجواء برنامج ماني ماترز وكيف يمكن أن أكون ثروة. هيدا هاجس الكثير منا وأنجح في مجال الأعمال وعدد مصادر دخلي، كل أسئلة رح يجيب عنا وأكيد أكثر من هيك بكثير ضيفنا رجل الأعمال ومؤسس شركة ركائز للأصول العقارية ركان عبد الله الحمراني. أهلا وسهلا فيك أستاذ ركان، يعطيك ألف عافية. بداية ما عم نسمعك مزبوط أستاذ ركان للأسف، بدك بس معلي تعلي صوتك شوي لأنه ما عم بقدر أسمعك. للأسف ما عم بقدر أسمعك، رح نحاول نتصل فيك اتصال بما أنه مش لأنه معنا صوت وصورة أستاذ ركان، فللأسف ما عم نقدر نسمعك، يمكن من التيمز نفسها من الابليكيشن. أنت عم تسمعني بس أنا ما عم بقدر أسمعك للأسف. معلي حناخد فاصل صغير ونتواصل مع أستاذ ركان بلكي من خلال التليفون لأنه مش ضابط شوي الصوت وصورة، ونرجع نكون معكم. فاصل وأنا برجع معكم دايما مع أجواء برنامج Money Matters. فاصل رح يكون الصوت الآن واضح. الصوت الآن واضح جدا أستاذ ركان، يعطيك ألف عافية. يا هلا فيك أول شيء، أهلا وسهلا فيك أستاذ ركان. اليوم رح نتحدث معك كيف ممكن المستمعين يستفيدوا من خبرتك بمجال الأعمال ومجال ريادة الأعمال ليكونوا ثروة أو يعددوا مصادر دخلهم أو يفكروا أبعد من أنه يكون الشخص فقط موظف. بداية حدثنا عن بداياتك، مثل ما عرفت منك حضرتك كنت موظف. بداياتي كانت موظف بسيط جدا. نعم. طبعا كنت في إحدى الوزارات الحكومية. نعم. عملت الحمد لله، خدمت في المجال الوظيفي أو نقول كانت مهنتي موظف بسيط جدا. نعم. ولكن كنت من أول يوم في الوظيفة كان عندي هدف أني لازم أبني نفسي، لازم أني ما أعتمد على الوظيفة أبدا مهما كان الراتب ممتاز أو كان وضعي الاجتماعي أو المادي ممتاز جدا. نعم. كان عندي من أول يوم عملت فيه في الوظيفة عندي هدف وعندي طموح أني أوصل هذا المكان. نعم. بعد سنة سنتين أربع سنوات خمس سنوات إلا أني أكون مصدر دخل جانبي. نعم. يعني نمبر وان لنتعلم بس ستيب باي ستيب منك خطوة خطوة، أنه الواحد لما يدخل عالم الوظيفة لازم يحدد أنه أنا بدي أبقى سنة سنتين، أنا بدي لاقي مصدر رزق تاني، بدي أتطور. فمن البداية أنت عم تقول من يوم الأول لدخولك إلى الوظيفة كان الهدف أنه أنت تطور حالك. نعم. فكنت أداوم بالوظيفة وأعمل في استثمارات خارجية ومشاريع خارجية، ما اعتمدت على وظيفة أبدا. بمبالغ قليلة بس لحتالي بمبالغ قليلة كنت تستثمر أما لا كان عندك رصيد؟ بدايتي كنت أستثمر مبالغ جدا بسيطة، كنت أشتغل في التسويق العقاري. نعم. كنت أشتغل في الوساطة العقارية. نعم. كنت أعمل عدة مجالات، فما كنت أني أعتمد على الوظيفة أبداً، كنت أصنع مصادر دخل جانبية بجانب تلك الوظيفة حتى كونت رأس مال ممتاز جداً وبدأ ينمو رأس المال من الاستثمارات المتعددة حتى وصلت يعني المرحلة يسموها الكثير أو المستثمرين هي الحرية المالية. نعم. فتلك المرحلة هي على قولتهم هي النقطة التحول، الشخص نقطة التحول. نعم. ويستغني عن الوظيفة. طيب أستاذ كان عم بتقول أنت من أول ما بلشت بعالم الأعمال أو كموظف كان عندك إياها أنه أنا بدي أستثمر، بس هيدي الثقافة المالية من وين موجودة عندك؟ هل شغف عندك أم لا أخذتها من الأهل من أصدقاء؟ يعني هون في أكيد حدا يعني كان له تأثير عليك. بالحقيقة هي للأمانة حنا ننظر التعليم أو اكتساب الخبرة والمعلومات إما أنه مثلا بقراءة الكتب. صحيح. أو الاطلاع على قنوات اليوتيوب أو نقول كذلك جانب الممارسة مهم جدا وكذلك الأصدقاء المحيطين بي. نعم. فكانوا جميع الأصدقاء المحيطين بي جميعهم رجال أعمال، جميعهم تجار، جميعهم. نعم. مستثمرين. نعم. فالشخص مجرد ما يمشي
أو يصادق صحيح، شخص ناجح مثلا تاجر أو مستثمر صح. راح يصبح تاجر، لو صادق نعم، شخص مثلا موظف على قده في مجال محدود. نعم معين. نعم، نعم نعم فالصديق يؤثر على الشخص صحيح، طبعا بالمعلومات، الخبرة، 100%. بأشياء كثيرة جدا. يعني صادق الشخص اللي بيجمع مصاري بتصير تجمع أكتر منه، صادق الشخص الصاروف بتصرف أكتر تصرف أكتر منه، بالفعل هيك، هيدا عن خبرة. طيب أستاذ، صحيح. أنا ما حدا يصادقني، صاروفي. طيب أستاذ ركان، شو اللي دفعك لدخول عالم الأعمال تحديدا؟ يعني منه عالم سهل، عالم فيه المغامرات، عالم بده قلب قوي، فشو اللي دفعك لدخول هالعالم، وشو التحديات اللي تعرضت لها بحياتك المهنية؟ بصراحة هو السؤال الجميل الذي يدفع التاجر لدخوله في عالم الأعمال والبزنس. هو الجواب يقول لك المثل صناعة الثروة، إما من ألم أو متعة. نعم، فأغلب رجال الأعمال والتجار والمستثمرين والأثرياء كان صناعة الثروة بسبب الألم الداخلي وليس نعم، المتعة. نعم، الألم الداخلي هو الذي يصنع الناجح ويصنع النجاح. تعرضت للأمانة للكثير من المواقف، كانت جدا صعبة، من ضيق مالي ومن مشكلات في حياتي، كانت سبب تراكمات كثيرة جدا للأمانة. لأني أخطاء، يعني بدأت قرارات نعم، خاطئة أخذتها بحياتك المالية. كانت بدايتي ما كان عندي خبرة كبيرة نعم، جدا، وقعت بمشاكل في مشاريع كثيرة أخفقت بها، مصادر كثيرة كنت أعمل بها وكان دخلها أو إيراداتها المالية ضعيفة جدا. نعم، ف مع مرور السنوات تعلمت حتى وصلت إلى خبرة أعلى، وصلت إلى مشاريع أكبر وأنجح، نعم، اكتشفت أخطائي وبدأت إني أحلها، برافو، حتى طورت نفسي، طورت مهاراتي، طورت شخصيتي، طورت تفكيري، طبعا تغير، بدأت أنضج يعني مالياً، تفكيرا اتجاه المال، اتجاه نعم، المشاريع بصفة عامة. نعم، فكل سنة تمر تصبح السنة الماضية خبرتي وقتها كانت أقل، كل طبعاً. ما لي أتطور قد ايه وأصبح لك أفضل من بمجال السابق. الأعمال أستاذ ركان؟ ما يقارب 14 سنة. وأنت صغير بالعمر. إيه نعم، نعم، بس لحتى نقول إنه الواحد فيه يبلش من عمر صغير ويطور حاله ويكسب الوقت والعمر، لأنه العمر بيجري، فيكسب الإنسان يعني في وقت معين حلو الواحد يشتغل ويتعب على حاله. بيقول البعض أستاذ ركان إنه الحظ بيلعب دور بالنجاح بعالم الأعمال، هل بتتفق مع هالمقولة أم لا؟ بصراحة الحظ، نعم الحظ يلعب دور كبير جدا. كيف الحظ يلعب دور كبير جدا؟ الحظ يلتقي مع الفرص. نعم، الفرص هذه تأتي للشخص حين يكون مكون علاقات واسعة جدا نعم، مع رجال أعمال وتجار. أها، يعني بده الطبيعي شبكة جدا علاقات. يعرضون، نعم نعم، يعرضون لك كثير من الفرص، فرص، والشخص الذكي هو الذي يستغل تلك الفرص ويغتنصها بسرعة ويستعد لتلك الفرص قبل أن تأتي. يعني انت مع انه يأهل الواحد بيئة اجتماعية لإله، يعني شبكة علاقات تساهم انه الواحد يتقدم ما يتراجع لورا، يعني شبكة العلاقات نعم يلي بيكونها الواحد هي اللي بتخلي الواحد يصير عنده فرص، يلعب الحظ دوره معه انه يكون موجود بالمكان المناسب بالوقت المناسب ليقتنص الفرصة. طب الفرص هل اتتك مرة واحدة وانت اقتنصتها ام تأتي الفرص دايما؟ النقطة السابقة، أنا أتفق مع الحظ جزئيا وليس كليا، نعم طبعا لأن هذا مجال تجارة صح، ومشاريع. الحظ يأتي مثلا مرة في السنة، أو هي عبارة عن فرصة، صحيح، ولكن ليس بشكل يومي، لأنه هو مشروع لازم الشخص أنه يتابع هذا المشروع، لازم نعم، يلتزم بهذا المشروع، لازم يكون عنده انضباط في العمل، في ساعات العمل، لازم يدير هذا المشروع وفريق العمل بشكل ممتاز، لازم يتدارك ويحل أي مشكلة تواجهه
لازم انه يكون مستعد لحلول المشكلات في المشروع، لازم انه يحل اي اشكاليه تواجهه سواء ماليه اداريه. المشروع يتكون من جوانب كثيره حتى ينجح. فالحظ لا ياتي في المشاريع غالبا والتجاره بصفه عامه. فانا اتفق جزئيا في موضوع الحظ. موضوع الحظ جزئيا اتفق فيه من العلاقات، يعرضون مثلا مشاريع كثيره لك وانت تتعاقد معهم وتعمل معهم، ولكن لازم انه الشخص يثابر ويجتهد في هذا المشروع. طبعا الكثير منا يحلم بتكوين الثروات، وانا اول ما تواصلت معك قلت لي تقدر تساعدنا كيف نفكر نقدر نكون ثروات. كيف هالموضوع، سهل ام صعب؟ هو ليس مستحيلا ولكن هو صعب للأمانة وليس سهلا. على قولة المثل، لا يوجد غداء مجاني، لكل شيء ثمن ستدفعه. فطبيعي جدا الثروة ما تتكون يعني شخص مرتاح لا يعمل لا يجتهد لا يثابر. طبيعي انه الشخص يتعب، يفتح ممكن مشروع اول يفشل، مشروع ثاني يفشل، مشروع ثالث رابع خامس، ممكن 10 مشاريع تفشل، ممكن يتعب اول 10 5 سنوات ما يكون ثروة ابدا. حتى انه يتعلم ويكتشف اخطاء ويحلها، ثم يعني بده يثابر الواحد. نعم بده يثابر ويجتهد الواحد. طيب كيف ممكن نعدد مصادر دخلنا؟ حضرتك عددت مصادر دخلك ببداياتك، خلينا نتعلم منك. تعدد مصادر الدخل على حسب طبيعة الشخص، على حسب شخصيته. يعني مصادر الدخل كثيرة جدا في الأونلاين، خصوصا الآن الإنترنت عالم مفتوح، عالم بسيط جدا في الكسب المالي، مثلا التسويق، مثلا التصميم الجرافيك، مثلا كتابة المحتوى، مثلا إدارة الحسابات في السوشيال ميديا، مثلا حملات مدفوعة يعني في السوشيال ميديا والبرامج والمنصات. يستطيع الشخص أن يتعاقد ويتعامل مع الشركات ويتعامل مع المشاريع، مطاعم، مقاهي، يتعامل مع رواد الأعمال. الشخص الآن يستطيع يعني ينفتح على عالم الأعمال، ينفتح يكون منفتح الواحد. يكون وسيط، والشغل مش غلط ومش عيب. بأي مجال بيقدر الواحد أنه ينجز فيه. يعني بالنهاية أنت بدك تعدد مصادر دخل، أنت هدفك تعدد مصادر دخلك، صح أستاذ؟ يستطيع أنه يكون مصادر دخل جانبية تعتمد على المهارات. إمتى بتنصح الاستغناء عن الوظيفة؟ للأمانة حين يوصل المشروع لمرحلة الاستقرار المالي. متى يوصل هذا المشروع للاستقرار المالي؟ بعد تجاوزه أكثر من 3 سنوات، لأنه أول 3 سنوات هي مرحلة خطيرة جدا، لأنه أغلب الدراسات تقول أن المشاريع في أول 3 سنوات معرضة للفشل والإخفاق. فإذا تجاوزت تلك المرحلة 3 سنوات المشروع يبدأ يستقر وينمو ويتوسع. يبدأ يستقر ماليا إداريا، يبدأ فريق العمل يتدرب عنده خبرة. كسب خبرة. صحيح، نصيحة. فوقتها أنه يتخلى عن الوظيفة إذا كان دخل المشروع أو مصادر دخله أعلى من مصروفاته بكثير، فطبيعي دخله يغنيه عن الوظيفة. ببساطة يستطيع أنه يتخلى عن الوظيفة. بختام لقائنا نصيحة للمستمعين الراغبين بأنه يوصلوا بعالم الأعمال. نصيحتي لكل شخص، لا تحبط ولا تستسلم مهما كانت الظروف ضدك، حاول قدر المستطاع تتغلب عليها. حاول قدر المستطاع أنك تصنع نفسك وتطور مهاراتك وشخصيتك. حاول انك تثقف نفسك وتغذي عقلك بالمعلومات المفيده التجاريه. تعلم كيف تكسب رضا العميل، تعلم اولا كيف تسوق لخدماتك، تعلم اولا كيف تحل المشكلات وتواجه الصعوبات وتتجاوزها بكل سهوله. تعلم كيف تكسب الخبره من الاخرين، من رجال الاعمال، الرواد الاعمال. تعلم. للأمانة أنا أحب أشكر صديقي وزميلي الذي تعلمت منه
الكثير اللي هو الأستاذ بندر الغامدي مجرد صاحب تقييم. شركة بندر الغامدي نعم العقارية، وأحييه من هذا المنبر. نعم فتعلم من الذين حولك، تعلم منهم، خذ منهم من الخبرات، استفيد. فالمعلومة تسوى يعني ثمن كبير جدا. نعم بدي أتشكرك لوجودك معنا من اللقاءات الحلوة كتير، لأنه أخبرتنا خطوة بخطوة كيف وصلت. أنا سعيدة بوجودك معنا لليوم، بقول لك يعطيك ألف عافية. حضرتك عندك شفت بعد شوي وأخرناك شوي، بدي أتشكرك حضرتك رجل الأعمال. شكرا، ومؤسس شركة ركائز الأصول العقارية أستاذ كان عبد الله الحمراني، أهلا وسهلا فيك، شكرا لوجودك معنا.